Willkommen, guten Tag. Ich heiße عمرو موسى von غاوي قهوة كاني. بانجليزي دي يا مرسي. لا ده ألماني. أيوة ألماني. لأن فيديو النهاردة هيكون عن ماكينة القهوة الألمانية جاستروباك. هنفتح العلبة نشوف الماكينة مكوناتها ومحتوياتها وهنجهزها لأول استخدام. يلا بينا. ماكينة القهوة بيكلو 19 بار، المفروض انها بتكون جاهزة في 40 ثانية. طبعا بتحضر الاسبريسو وكل مشتقاته. هنفتح العلبة سوا، يلا بينا. الماكينة بيجي معاها بورتفلتر بنظام الباسكت المضغوط، بيكون معاها باسكت سنجل شوت، الباسكت بيركب عليه البودز، معاها السكوب او المعيار اللي بياخد 7 جرام بن، ومعاها التام بتاعه، ومعاها كمان فلتر تنقيه مياه بيركب في التانك علشان ينقي المياه اللي هنستخدمها في تحضير قهوتنا. تانك الماكينة بياخد 1.5 لتر مياه. من تحت بيكون الصمام الخاص بوصول المياه للماكينة، وفي مكان لتركيب الفلتر، وده فلتر تنقية المياه اللي بيركب في تانك الماكينة عشان يفلتر المياه اللي هنحضر بيها قهوتنا ويحافظ على الماكينة. بالنسبة لفلتر تنقية المياه فتركيبه سهل جدا، هندخله في التانك في الاتجاه ده زي ما انتم شايفين، هندخله في التانك وهنضغط عليه يمين وشمال كده بالراحة لحد ما يركب. كده فلتر المياه جاهز، وده السنسور اللي بيعرف الماكينة منسوب المياه في التانك. مساحة تسخين الأكواب في الأعلى صغيرة شوية، ممكن تاخد كوبايتين صغيرين أو فنجان، وفيها مكان للتخزين، فيه الباسكت الدبل شوت وتول صغيرة لتنظيف الباسكت وتنظيف عصاية التبخير. عصاية التبخير بتكون من جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي، الخارجي ستيل والداخلي كمان ستيل. الجزء الداخلي هيكون احترافي ان شاء الله في التبخير، وبإذن الله أكيد هيجيب معانا نتائج مميزة. احنا دايما بنحب نشتغل بالعصاية الداخلية، ولما تكون من الستيل هتريحنا جدا. أزرار الماكينة 4، الباور والسنجل شوت والدبل شوت ونظام التبخير، وعلى الجنب هنا بيكون فيه مفتاح التبخير أو نزول المية السخنة. الماكينة فيها من قدام لمبتين، لمبة خاصة بالديسكيل بتعرفك إن جه ميعاد دورة التنظيف، واللمبة التانية خاصة بمنسوب المية بتعرفك لما المية تقل في التانك عشان تكمل التانك مية. على فكرة دي خاصية جميلة جدا، هتحميك من إنك تبوظ قهوتك وإنت شغال بسبب إن التانك بيفضى فجأة وإنت بتحضر قهوتك. الدريب تراي من البلاستيك وعليه صفاية من الستيل، في طبعا مؤشر بيعرفك منسوب المية عشان لما يتملي تتخلص منها. مساحة الدريب تراي كويسة جدا، هتكفي فنجانين او على الاقل كوبايتين. جسم الماكينة بالكامل في الغالب من البلاستيك، لكن انا شايف ان الخامة كويسة. لون الماكينة الاحمر مميز جدا الصراحة، انا اخترته وشدني من بين 3 الوان، كان الاحمر والستيل والابيض. طبعا المانوال الخاص بالماكينة هيكون اونلاين، هتعمل سكان للكود اللي جاي معاها هتشوف المانوال. المانوال موجود باللغة الألمانية واللغة الإنجليزية. تعالوا نعمل سوا سكان للكود ونشوف الموقع. زي ما انتم شايفين ده موقع جاستروباك، تقدروا تحملوا المانوال الخاص بالماكينة وتشوفوا كمان الإصدارات المتاحة على الموقع، وفي كمان فيديوهات للماكينة. يلا بينا نغسل التانك وهنغسل كل حاجة وهنعبيه مية ونجهز الماكينة لأول مرة استخدام. غسلنا كل حاجة، ركبنا الفلتر، عبينا التانك مية، هنركبه مكانه في الماكينة. وصلنا الماكينة بالكهرباء، هنضغط على زرار الباور ونستنى الماكينة تجهز وتكون سخنة. الماكينة دلوقتي جاهزة، زرار الباور منور باللون الأحمر ثابت. هنحط أي وعاء عندنا ونوجه عليه عصاية التبخير. الماكينة جاهزة، زرار باور منور باللون الأحمر ثابت، نظام التبخير غير مفعل. هنلف مفتاح التبخير على علامة التشغيل عشان يبدأ يسحب المية وينزلها. هنستنى لحد ما الماكينة توقف من نفسها ونرجع المفتاح تاني على علامة الإيقاف. هنلف المفتاح نرجعه تاني، وبعدين هنلفه تاني عشان تسحب المية. لاحظوا هنا الماكينة بدأت تنزل مية من مكان عصاية التبخير. احنا كده بنعمل تنظيف لأجزاء الداخلية للماكينة والعصاية التبخير.
هنستنى مرة تانية ان الماكينة توقف برضو من نفسها. دلوقتي الماكينة وقفت من نفسها، هنرجع تاني مفتاح التبخير على علامة الإيقاف وهنتخلص من المية اللي خلصناها. ضروري جدا الوعاء اللي نستخدمه يكون مش أقل من نص لتر. هنتخلص من المية وهنكرر العملية تاني أقل حاجة 3 مرات، ممكن نعملها من 3 إلى 5 مرات، ده طبعا علشان نغسل الأجزاء الداخلية للماكينة وعشان كمان نتخلص من رواسب الكربون اللي ممكن تكون نزلت من الفلتر الكربوني اللي احنا ركبناه في التانك. هنتخلص من المية اللي في الوعاء، هنحط الوعاء تاني، هنلف مفتاح التبخير على علامة التشغيل. طبعا نظام التبخير غير مفعل اكيد. هلف المفتاح، هنزل مية لحد ما الماكينة برضو تقف من نفسها، ارجع اقفل المفتاح، اتخلص من المية، وهكذا 3 إلى 5 مرات. بين كل مرة واللي بعدها هنستنى دقيقة على الماكينة، بعدين هنرجع نلف مفتاح التبخير على وضعية التشغيل. انا كده صرفت المية للمرة الثالثة ورجعت مفتاح التبخير على وضعية الايقاف، هتخلص برضو من المية. المرة دي هننزل المية من الجروب هيد عشان نغسل برضو الاجزاء الداخلية للجروب هيد والباسكت والبورتا فلتر. هنضغط على زرار الدبل شوت ونستنى المية تنزل من الماكينة، هنستناها لحد ما توقف اوتوماتيك. طبعا احنا كنا غاسلين البورتافلتر والباسكت والدريب تراي وكل حاجة، بس برضو احنا بنخلي عملية الغسيل تعدي على الاجزاء كلها في كل الاحوال. بعد ما الماكينة خلصت وقفت تلقائي، هنضغط مرة تانية برضو على الدبل شوت علشان ننزل دورة كمان. ممكن نكرر العملية 3 مرات 4 مرات براحتكم، بس عشان نطمن ان احنا بنستخدم الماكينة بامان. وبكده خلاص انا خلصت غسيل كامل للماكينة للاجزاء الداخلية والاجزاء الخارجية، كل حاجة تمام، وان شاء الله الماكينة جاهزة للتشغيل. الماكينة سعرها 3950 جنيه 19 بار. الماكينة مكتوب عليها من تحت انها تصميم الماني، شركة جاسترو باك طبعا شركة المانية ووكيلها بيأكد انها تصنيع الماني. اللي يهمنا دلوقتي هو اداء الماكينة ونتائجها سواء على المدى القريب او المدى البعيد، وده اللي هنكتشفه سوا ان شاء الله مع تشغيل الماكينة في الفترة اللي جاية. هنجرب كل حاجة فيها وهنشوف ادائها وهنعرف عنها كل التفاصيل. انتظروني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. بشكركم جدا للمشاهدة، في امان الله.